سيندم الإنسان عما قريب حينما يرحل إلى الدار الآخرة وليس له وليس معه من هذا المال الذي أتعب نفسه في تحصيله إلا الكفن، إلا خرقة يلف بها، دخل إلى الدنيا وهو عريان ليس معه شيء، وخرج منها وهو عريان ليس معه إلا كفنه من هذا المال. جاء غلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بطعام فأكله رضي الله عنه، فقال له: أتدري ما هذا الطعام؟ قال: لا. قال: هذا أخذته من أناس تكهنت لهم في الجاهلية ولم أكن أحسن الكهانة. فأدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يده في حلقه واستفرغ حتى لم يبقى في بطنه منه شيء، ثم قال رضي الله عنه: والله لو خرجت روحي معه لأخرجتها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به، كل لحم نبت من السحت فالله أولى به، وأكل الحرام يمنع قبول الدعاء ويحول بين المرء وبين ربه، كما في الحديث الصحيح في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فلا يستجاب دعاء آكل الحرام والمتغذي بالحرام. ولستم في غنى عن الله وعن دعائه. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجابا.